حكمك وامثلتك خلالك تذكر الجلسة اللي في بيت العسير؟ جبته مع الماضي ولا لا؟ يا القادة جويع يلا والله العظيم لأجيب لك، والله العظيم لأجيب لك يا شموع الماضي. بس ايه ولا نروح ندخل؟ تبي شموع الماضي؟ لا أخاف يخصمون علي. مالك دخل، ايه لفة. أنا كفيلك، أنت كفيلي، أنت كفيلي عشان يخصمون عليك. لا بيقولون أنت اللي أكلت، ولا توكلني أنا أفتح فمي بس. أفتح فمك وأنا أحط. والله وش تبون، كيك ولا؟ جيب ديك الحمراء خبرها اللي كان نشربها مع الشاي. ولا كرك الكيكة من أنت مخدب، كان يشوف ذاك الخبير. على خدمتكم يا اخوياي. جعلني ذاك يا سلطان. اي لو انه موجود معنا كان استبعدنا كلنا. يا عمي انت متسابق وتلطم. تبي لو شفتني تعرفني؟ لا والله. بتنقع يا الله. إنك لا تعاقبني بسوء أماني. حتى صوتي في نوم. بتنقى بتنقى. النظام شوف حرق جوف. احط لك محل هنا كل يوم تعرض عليه. يا فلان لا تقول لي صح. هذا كيك التمر، كيك التمر هذا. فيصل وش الاسم اللي قلته؟ انا ديكي تعرفني كذا؟ لا وش تعرفني كذا؟ انت تركي كل شيء له تركي مشابه. هذا بالله فك واحده بموت بسرعه. ها؟ هبوط والله ذا الكيك اللي هبوط هبوط هبوط. أنا بدون سكر. أنا قل نحتاجني نحتاج يديها. شو رأيها بساعدكم؟ موية. ما عندهم موية. عصير. ما عندهم يا اخي جاع. والله عن كل حنا عسرين وندور للشر. ليه؟ شموع الماضي من افضل المحلات المعمول في الحياه. والله محلات كلها بحياه. اقسم بالله يا شموع الماضي انكم تنيرون مستقبلنا بشموعكم الماضيه. يا ولد لا يجينا احد يا ولد. والله اني اطرحنا انت شو تسوي؟ يجينا احد مشان ها في شيء يعجبكم ثاني؟ والله كله تدري ان راعي كفو. انا شفت راعيه. شفت في تدري شو يقولوا البيت في راعي شموع الماضي؟ يقولون محله مدهال للريجي. ايه وقلبه من انظف القلوب في الحياه. هذا تخبط لونقصي.